انت يعني انت مربي شعرك النهارده فارق عني شويه، فانا وانت زي بعضك ان شاء الله، وشك يبقى سامح زي كالعاده يا كريم، وتبقى ان شاء الله الرحمن انتصار كويس ونتيجه كويسه باذن الله تعالى. انا عايز اطير على برج العرب على طول عشان الناس ننقل احساسنا بيهم واحساسهم بينا اللي موجودين في برج العرب، والناس اللي بره برج العرب، والناس اللي بتشاور عقلها ولسه ما دخلتش برج العرب، والناس اللي موجوده على المقاهي او في الشوارع او في البيوت، ننقل لهم الصوره ده قبل الماتش بثلاث ساعات. الصوره دي تقريبا من ساعه فاتت قبل الماتش بثلاث ساعات، نهائي افريقيا، المنظر اللي وحشنا واللي نفسنا يتكرر ونشوفه في الدوري ونشوفه في الكاس ونشوفه في افريقيا ونشوفه في البطوله العربيه، نشوف المنظر ده، العلم الاحمر مغطي مصر كلها، علم تيشيرت النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي مغطي مصر كلها، واللون ده بيدي رعب، اللون ده بيدي رعب على المستوى الدولي مش على المستوى المحلي بس، على المستوى الدولي هتلاقي اعظم الفرق الاوروبيه واعظم الفرق العالميه بترتدي التيشيرت الاحمر، كل الفرق العالميه وكل الفرق القاريه وكل الفرق اللي موجوده كابطال بنسبه كبيره جدا في البطولات المحليه، مساء الفل عليكي، يعني لابسه احمر والجاكيت بتاعها احمر، وان شاء الرحمن باذن الله تعالى يبقى اليوم كله رايح في الاتجاه الاحمر اللي هو النادي الاهلي. دي صور الناس في مدرجات التيشيرت او اللون اللي بيرعب كل الناس، وده مؤمن زكريا، يا سلام على الروح ويا سلام على الجمال. واللي معاه ده عم نور السواق، سواق الاتوبيس، التواصل اللي موجود ما بين كل الناس ما بين كل المنظومه، وبالباراشوت بالباراشوت، يعني افريقيا هتجيلنا بالباراشوت ان شاء الرحمن، بس احنا اللي بنجيبها، احنا اللي بنقتنصها، احنا اللي بنجيبها لحد عندنا في دولاب النادي الاهلي. افريقيا يا اهلي باذن الله التاسعة لكل الاهلاويه، التاسعة لكل النجوم، التاسعة لكل الجهاز الفني، التاسعة لمجلس اداره الاهلي، التاسعة لكل عشاق الاهلي، التاسعة لكل مصر في كل مكان.